السلام عليكم ورحمة الله. نكفي بنفس الدرس، بدنا نحل شوية اكسرسايز على الدرس اللي هو تسلم الإيميليشن. احنا بعدنا واقفين وطلبنا الحلة وكثير بيكو حلة ومش الحال تمام، بس بدنا هلا نحل سوا ونشوف وين الأخطاء مشان نتعلم. أول سؤال اكسرسايز 1، choose the correct answer، يعني اختار الإجابة الصحيحة. أول واحدة معي، the place value of number 3n، هذا الرقم this number is، يعني place value هو مكان الديجيت، يعني المكان تبع الرقم 3 بهذا الرقم. انا لحتى اعرف مكانه place value شو بدي اعمل؟ زي كاني عم بقرا الرقم، بدي اقصه، بنقسم الرقم 1 2 3 1 2 3 1 2 3. أنا وين رقم 3 اللي بدي إياه؟ هون. طيب هون عندي simple units، هون 1000، هون مليون. أنا حددت الكلاس، هون الكلاس شو؟ مليون. طيب تاني رقم شو بقول؟ tens of billion، أنا اختار tens of billion. السؤال الثاني 39 billion 2020 is written as، يعني أنا معي رقم كاتبه بالوردز، كيف نكتبه in digits؟ واحد من هدول ثلاثة لحتى أعرف الصحيح شو بعمل؟ أول رقم إذا فينا نقرأ على السريع ونعرف يعني إذا هو صح أو لا، أول رقم لحتى نقرأ أي رقم إحنا بنقسمه 1 2 3 1 2 3. إذا بدي أقرأ هذا الرقم شو بقول؟ 39 billion. أنا شو بدي؟ 39 billion. أول واحد أكيد لا، راح الثاني كمان بنقسمه 1 2 3 1 2 3 1 2 3 units 1000، هون مليون وهون بليون. قديش معي مليون؟ 39 billion. تمام، ما معي مليون، عندي 2020 39 billion 2020. معناتها هو الجواب الصحيح للحظ. Exercise 2، What is the place value of the number 5 in each number؟ يعني زي ما حكينا مرة واحد، place value هو مكان number 5 بكل رقم من هدول الأرقام، لحتى أعرف مكانه كأني عم بقرأه ونقسمه لحتى نعرف وين الكلاس والديجيت. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. أنا بدي أي عدد، أي رقم number 5 موجود، موجود هون، هون عندي units، هون عندي 1000. طيب أنا عرفت هو class of 1000. طيب وين بدي 1000 في ones tens and hundred؟ هو موجود بال 100، فهو 100 of 1000. تاني رقم كمان نفس الشيء، أقسم 1 2 3 1 2 3 1 2 3. هون عندي units 1000 مليون، هاي الأمور خلصنا منها يعني. هون عندي بليون، بليون. طب أي رقم هو جاي تاني؟ من ثلاث أرقام، units أو ones أو tens أو hundreds. ones tens هو موجود بال tens، أنا عندي tens of hundreds، tens of billion. number 3 كمان نفس القصة، بقسم 1 2 3 1 2 3 1 2 3. وين نمبر 5؟ simple units، وين موجود tens؟ بكتب tens of units، هو بالوحدات البسيطة. آخر رقم نفس الشيء، 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. وين نمبر 5؟ هون، هون عندي simple units، هون عندي 1000. وين موجود 1000 بالضبط؟ 1 is 1000.
Last one, then the exercise 3, decomposed by classes. حكينا عن المرة الماضية decomposed by classes يعني أنا بدي أفكر على الرقم اللي معي by classes يعني المليون كله مع بعض، مليون كله مع بعض، thousand كله مع بعض. وحتى كمان أعمل هيك لازم كمان برضو أقسم 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ليش بقسم؟ لأنه عشان يصير كل كلاس لوحده. هون بنبلش أول مرة. فينا أنا أشرح بكذا طريقة. مثلا أنا عندي هون يونتس، سيمبل يونتس، ثاوزند، مليون، بليون، صحيح؟ طيب يعني قديش عندي مليون أنا؟ 45. افتح قوس 45 تايمز 1 بليون. أنا معي مليون 1 بليون. خلصنا من أول كلاس. نروح على الثاني هو المليون بلس. نفتح قوس قديش معي مليون أنا؟ 78 تايمز 1 مليون. بلس شو عندي هون؟ 1000. وصلت 1000. بفتح قوس بالرقم اللي معي قديش؟ 349 تايمز أنا قلت 1000 تايمز 1000 بلس هون سمبل يونتس يعني هي تايمز 1 يعني نفس الشيء مثل ما هي مثلا او تايمز 1. اللي بعده نفس الشيء سم 1 2 3 1 2 3 1 2 3. شوف عندي هون حتى اعرف انا اول رقم هو شو يعني كلاس بلش يونتس سمبل يونتس 1000 مليون بليون يعني equal. نفتح قوس قديش رقم البليون اللي معي؟ 7 تايمز 1 بليون 1 بليون بلس 400 مليون تايمز 1 مليون. نفتح قوس قديش معي؟ 100 تايمز 1 مليون بلس. صرت عند 1000 بكتب الرقم اللي موجود معي من بلس 1000 36 تايمز 1000 بلس. هذا الرقم اللي احنا قلنا فيه تايمز 1 هون كتبت هيك بكتب هون تايمز انا عشان افرجيكم الهموم نفس الشيء. هيك بنكون خلصنا